بث حي ومباشر من طمرة من إحدى قطع الأراضي المهددة بالمصادرة. ينضم إلينا عضو اللجنة الخاصة للتصدي لمصادرة الأراضي في طمرة صبح دياب، وهو صاحب 17 دونما مهددة بالمصادرة، وإلى جانبه وجيه ياسين وهو أيضا صاحب 8 دونمات مهددة بالمصادرة. لنبدأ مع الأخ وجيه ياسين. مساء الخير أخ وجيه. أهلا، مساء الخير لك أستاذ شاكر ولجميع المشاهدين. بداية نريد أن أسألك، كيف يشعر صاحب أرض يتلقى رسالة مفادها بأنه ستتم مصادرة أراضي له؟ صراحة الشعور كان محبط كثير، وذلك أنه أنا عندي 8 دونمات، والثمان دونمات هذولا إحنا عمليا منفلحهن، وراح يروح القسم الكبير من هاي الارض يعني تقريبا كامله. يعني انا بطلع على هذه الارض ثمان دونمات كامله راح نخسرهن لصالح مخطط ولصالح شارع رقم 6. فالشيء كان فعلا كثير بشكل غضب كبير، غضب شديد. تخيل انك انت تخسر حق لإلك، هذا حق وارض لإلي انا عم بخسرها قدام عيني، وانا مش شايف انه في هناك اي شيء ثاني ممكن، او حتى اني بعدني عم بفكر هل انه ممكن يعوضونا او مش ممكن يعوضونا. فهذا الشيء كثير مؤسف. اريد ان توضيح اكثر عن اي اراضي يتم الحديث حسب المخطط الذي تعترضون عليه، ما عدد الدونمات التي يتم الحديث عن مصادرتها؟ صراحه عدد الدونمات اللي راح يتم صادرتها بالفعل، او خلينا نسميها اللي راح تروح في ضمن الشارع او ضمن حدود الشارع، هي ما يقارب 420 ل 450 دونم ارض. هذه الدونمات هي تابعه لاكثر من 100 مزارع او اكثر من 100 صاحب ارض في داخل في طمره. ولكن هنا اللي انا اريد ان اذكره هون انه قضيه مش بس ال 420 دونم اللي راح يروحوا، وانما اليوم هذا المخطط راح ياثر على كمان اكثر عدد دونمات من جهتي المخطط، ان كان من الجهه الغربيه او حتى من الجهه الشرقيه، لانه هذا المخطط في المستقبل راح يؤدي الى تحديد حدود البلد، حدود طمره، حدود نفوذ بلديه طمره، وحتى اصحاب الاراضي اللي هن راح يكونوا خارج منطقه نفوذ التخطيط هن كمان راح يكون عندهم ضرر كبير، وهذا الشيء راح يوصل الى ما يقارب فوق ال 1200 دونم ارض من مساحه سهل طمره لوحده. أخوة جي، نريد توضيح أكثر يعني لأهالي طمرة أو لأهالي المنطقة هناك عن أي منطقة من طمرة يعني سيتم الحديث عنها. هذه المنطقة هي عمليا بالضبط هي موجودة في ضمن حدود نفوذ بلدية طمرة، هي في المنطقة الغربية لسهل طمرة، اللي هي عمليا تقريبا غرب شارع 70 أو شارع رقم 70، يعني تقريبا من شارع 70 حتى نصل إلى المنطقة ما عندنا في ما يقارب حوالي 2 كيلومتر، يعني بالتحديد 2 كيلومتر عمليا قريبه لشارع 70. ولكن هي فعلا هاي الاراضي هي بتحد اراضي دولي، اراضي كيبوتس افيك وكيبوتس كفار مسرك تقريبا، يعني بالتحديد هي بالجهه الغربيه لمدينه طمره. بالنسبه لطمره، الى اي مدى يمس المخطط بالتخطيط العام والاستراتيجي لمدينه طمره وباراضي اهاليها؟ صراحة هذا فعلا سيمس بشكل كبير جدا، وسيؤدي إلى ضرر عظيم كبير في طمرة، وذلك لأنه هذا الشارع راح يحدد مستقبلا حدود طمرة، راح يحدد مستقبلا حدود طمرة، وإذا حدد الحدود الغربية فهذا فعلا للمستقبل شوي، خلينا نسميه إن كان القريب أو إن كان البعيد، راح يعطي هناك عمليا قضية إنك أنت ما تحاول تقدر تتطور، إن كان من ناحية نفوذ أو حتى من ناحية إذا طلع أنت عليها على قضية منطقة نفوذ عمار فيما بعد في سنوات لقدام. وإحنا معروف عن طمرة إنه طمرة هي محاطة بعدة مستوطنات، اللي هي ما بنقدر نروح للجهة الشرقية أو حتى للجهة القبلية لأنه في هناك مستعمرات، والجهة الشمالية ظل تحديد لنا لأهل طمرة اليوم هي فقط منطقة نفوذ اللي إحنا ممكن نستغلها لقدام حتى إنها تكون في المسطح البلد، هي بس المنطقة هاي اللي هي المنطقة باتجاه الغرب اللي هي موجودة اليوم في سهل طمرة. يعني هذا هو الحل المظل لطمرة بالنسبة مستقبلا، يعني أنا بطلع عليه مستقبلا إنه تقدر تتطور طمرة مستقبلا من ناحية
من ناحية عمليا قضية التخطيط والبناء، بطلع على التخطيط والبناء يعني مسطح البلد، إذا بده يتوسع مستقبلا هو بس بالاتجاه الغربي اللي اليوم عمليا هناك معلن عن تخطيط أو عن مسار لقيام شارع رقم 6 اللي هو فعلا هذا الشارع هو رح يكون مشحف بشكل عظيم وبشكل كبير جدا لطمرة. نعم. ولأهالي طمرة عامة. شكرا لك أخ وجيه ياسين. الآن سنتحدث مع الأخ صبحي ذياب، ونحن أعزائي المشاهدين نتحدث عن تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم غد الاثنين قبالة المكاتب الحكومية في القدس بمشاركة لجنة الدفاع عن الأراضي. نامل أن يكون معنا الأخ صبحي ذياب. مساء الخير أخ صبحي. طيب، على كل حال الحديث يدور عن مصادرة 420 دنم من أراضي أهالي طمرة لصالح شارع 6، وسيستغلون فرصة انعقاد جلسة هناك في مكاتب التخطيط في القدس لكي يعترضوا على ذلك. مساء الخير أخ صبحي ذياب. يسعد مساك أستاذ شاكر، يا هلا بيك. طبعا نريد أن نسمع منك، ما هي آخر التطورات في هذه القضية؟ حقيقة آخر التطورات، غدا سيكون وقفة تضامنية بالنسبة لعابر إسرائيل اللي هو شارع 6 في دائرة أراضي إسرائيل في القدس، غدا وقفة تضامنية مع رفع شعارات وبمرافقتنا عشرات الأهالي للقدس غدا إن شاء الله. طبعا الأخ وجيه شرح المكان، مكان المصادرة، وكذلك كيف ترى أن ذلك سيؤثر على التخطيط العام لمدينة طمرة أنت من وجهة نظرك؟ أخي شاكر، طبعا لما بنتكلم عن مصادرة أكثر من 400 دنم فإحنا بنتكلمش عن 400 بل بنضربهن في 5، لأنه منطقة نفوذ طمرة عمليا راح تحدد بالضبط غرب جنوب وغرب وللشرق كمان، فهذا ممكن يؤثر تأثير سلبي وبمنعنا من المبادرات في إنشاء مشاريع وأي مخططات مستقبلا اللي هي تابعة لبلدية طمرة. سؤال التالي، من سيشارك في هذه التظاهرة وما هي المطالب وهي الرسالة التي تسعون لإيصالها إلى أهالي طمرة وإلى الجمهور عاما وخاصة للمجتمعين في القدس؟ أخي شاكر، إذا بسمح لي الأخ رامي نصور، أنا واقف الآن في خط تماس مع أراضي اللي هي ملكية الدولة بين قوسين كيبوتس أفيك، يا ريت إذا بتسمح له يصور، أنا بقدر يوجه الكاميرا، راح بقول لك بالضبط، يعني بالضبط أنا بتماس مع أراضي كيبوتس أفيك، وعابر إسرائيل يستطيعون أن يمررونها يعني بالضبط غرب جنوب أراضي طمرة، وهذا لا يؤثر عليهم شيئا، يعني 400 دنم أو 300 دنم من كيبوتس أفيك أو عين مفرس هذا لا يؤثر عليهم، وإنما أهالي طمرة التي تعتاش أكثر من 150 فلاح مزارع من هذه الأراضي، ولماذا هذا الالتفاف على ذلك؟ عن جد شيء محبط ومزعج ومقلق جدا. أخيرا أريد أن أسألك عن دور بلدية طمرة، هل أنت راضي عن موقفها في هذه القضية وهل تدعمكم غدا في المظاهرة؟ صراحة أخ شاكر، إيش بقول بالنسبة لبلدية طمرة، بكون مقصر، وقفة جامدة وصامدة مع الفلاحين وأيضا مساعدتنا بتكاليف المحامي وتحضير الحافلات غدا وأي اجتماع أي تحضير لمشاركة ووقفة ضد دائرة أراضي إسرائيل هي بتوقف معنا على طول الخط. أخ شاكر، ممكن أوضح نقطة معينة؟ تفضل. إذا بتسمح لي؟ تفضل. في 1952 كمان في الأرض اللي أنا واقع موجود فيها
بقدر الأخ رامي يصور في شركة مكوروت، هي صدرتنا أكثر من دولمين، هاي اللي هي خزانات مياه اللي هي عملتنا زي جزر في داخل أرضنا اللي هي كانت أكثر من 20 دونم، وما تبقى 17 دونم اللي هي أيضا راح يصدروها لعابر إسرائيل للأسف الشديد. وأريد أن أنوه يعني إنه إحنا موجودين فعلا، يعني مع إنه بجانبنا كيف قلت لك قبل لحظات كيبوتس أفيك، يعني ما هذه السخرية؟ يعني عن جد سخرية. أخ صبح دياب شكرا لك، ونشكر أيضا الأخ وجي ياسين، كنتم معنا من مدينة طمرة وبالتوفيق، شكرا لكما. شكرا لك أخ شاكر.